حضرتك كمان بتنظمي ورش تعليم للأطفال، والحقيقة أنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أنا معجبة جدا بالفكرة دي. كلميني شوية بقى عن الورشة دي، الأطفال اللي بيقولك سنهم قد إيه، بيتعلموا إيه، بتبتدي إزاي، من سن كام لسن كام، يعني إيه أكبر عمر حضرتك ممكن تستقبليه مثلا في الورشة دي؟ كنت لغايه 13 14 من سن 6 سنين لغايه 13 14، بعد كده بيبقى في ورش للمراهقين، ووقتها بتتناول بالنسبه للمراهقين غير الاساسيات اللي انا بديها للاطفال زي الكلام والحديث والاتيكيت الحركي والمحافظه على المساحه الشخصيه واداب تناول الطعام، يعني كل دي حاجات اساسيه. بيتناولوا أيه. كمان المظهر وحسن التصرف أيه. والتعامل مع الاخرين في ايا كان. طبعا. الأطفال لازم نركز على الكلمات السحرية، شكرا، وأنمي ثقافة الاعتذار والاحتفاظ بالألقاب، وإزاي إن هم يخبطوا الباب قبل ما يدخلوا أيا كان الباب مفتوح أو مقفول، طبعا. إزاي ما يقطعوش الكبار في كلامهم، وإزاي بنوصل لطريقة إن إحنا نلفت بيها نظر الكبار أو التعامل مع الأب والأم والمدرس والجدة والجد وخلافه من مفهوم. اللي بيحطيهم، يعني هم محيطين بأشخاص، إزاي يحسنوا التعامل معاهم. طبعا وده طبعا. طبعا بالتعاون مع الأولاد، إن هم بيبقى فيه مثلا وقت إن إحنا نتعلم فيه ووقت إن إحنا يمارسوا فيه. ده إحنا بنمارس ده فين؟ الكلمات دي احنا بنقولها امتى؟ امتى بقول شكرا؟ امتى بقول من فضلك؟ ازاي ادخل اتعامل؟ صحيح. وشتى المواقف فبنطبق عليها. بعد كده بيبقى في اداه تناول الطعام. ايوه. اغلب الولاد احنا بنروح اي اماكن كلها اكل وشرب، فلازم يبقى الولاد يجيدوا ازاي يمسكوا الشوكه والسكينه، وعشان كده احنا بنبتدي من سن 6 سنين. جميل. ازاي يتصرفوا لو حصل موقف واحنا معزومين او احنا عازمين، ازاي نتصرفوا في المواقف في الاماكن العامه، سواء احنا في مطعم او في نادي او في كافيه او في اي مكان، احنا بناكل احنا بنشرب، ازاي نتصرف من غير ما نزعج اللي حوالينا ونسبب احراج للاهل. اوكي. بعد كده بيبقى في المساحه الشخصيه والاتيكيت الحركي، ازاي اي نقف، ازاي نمشي، ازاي نقعد، ازاي نتعامل، ازاي ما اقتحمش مساحة الشخصية لزميلي في المدرسة أو للكابتن بتاعي في النادي أو لزمايلي أو لصحابي أيا كان طبعا المكان اللي أنا فيه. طبعا أعتقد إن ده أساسيات ومهم جدا أكيد جدا لأولادنا إن هم يعرفوه. طبعا إزاي طبعا يقف وهو بيتكلم مع اللي حواليه، ما ينفعش طبعا يحط إيده في وسطه أو إيده في جيبه أو يشاور بطريقة غير لائقة. صحيح صحيح.